بايخ قبيله كيف الحال كبس No, no, no. Call him today. Tell him to come pick up the car tonight or tomorrow morning. اللي بيريحك. حاطين مسؤولية ولادهم على الغير. وبيزعلوا إذا كانت النتائج غير. نعتمد على المدرسة والمربية والآيباد تيربي. وانت بس تدفع. وديتهم أحسن مدارس. جبتلهم أفضل ناني. لك أجدد آيباد عندهم. والنتيجة جيل ما بيحترمك. ولا بيحترم شنبك تعرف ليش؟ لأنك أصلاً مش موجود بالمعادل الكاش موجود الروح بح بدك ميري تقلن عن أهمية احترام الكبير؟ بدك المدرسة الأمريكية الإنجليزية الفرنسية الألمانية تعلمون عاداتك وتقاليدك؟ ولا فلاتر الكلبة بسناب شات تزرع فيهم الأخلاق لكن أنت ما بتعرف لونهم المفضل ولا حتى فانيلا أو شوكولت على عيد ميلادهم الشيء الوحيد اللي بتعرفه كم الكوست ابنك درهم بنتك كريدت كارد وانت ماكينة صراف آلي الحق عمين يا حزرة سؤال فني سريع بتعرف الأولاد الصغار كيف بيهجوا كلمة حب واو قاف تاء عطيهم من وقتك عرفهم عليك قلن القصص تبع كم جبل تسلقت لتوصل للمدرسة زهون بحكايات أنا لما كنت بعمرك وخروط الباقي فرجيهم كيف بتتصرف مش كيف بتصرف بابا بنك لأنه حاطط على راسك هاليافطة ماما مشغولة يا بالشغل يا بالواتس بابا يا بالشغل يا بالقهوة أو سرحان أو عند صاحباتها أو 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 كون أب ليطلع لك ابن وينك يا مامي بنتك بدياكي لك تعرف على أصدقاء السوق تبعهم اللي خاربين أم الدنيا تعرفي على الصياعات اللي عم بيقنعوا بنتك كل يوم بالدرج تغلب اليوم بترتاح بكرة ارتاح اليوم شو بيصير بكرة شطو بكرة بيصير أحلى على شرط تصير أب وبس تصيري ماما أو بشكل أدق بس تصيري أم الماما أي حدا بيشلح الخواتم صباح الخير